بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يسألونك ضمن محور فقه العبادات. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيدي محمد اليوسفي، وهو خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة بلا. أستاذ الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا، حياكم الله وبارك فيكم وفيكم أستاذي. ونبدأ هذه الحلقة بسؤال نادية الصمدي من مدينة العرائش، تقول: هل تجوز صلاة الجنازة على الغائب في المذهب المالكي، وكيف تكون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، صفوة خلق الله وأكرم الخلق على الله، وأفضل من عبد الله وخير من دعا العبادة إلى الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أمين. أما بعد، السؤال الأول في هذه الحلقة عن صلاة الجنازة على الغائب. الصلاة على الجنازة فرض كفاية، والمسنون فيها والمشروع والمجمع عليه هو الصلاة على الحاضر. صلاة على الحاضر على الميت هذه هي سنة الإسلام، هذه متواترة في الإسلام. الصلاة على الغائب بالنسبة للفقه المالكي قولا واحدا هي مكروهة. نعم، لا خلاف. ودليل المالكية على كراهتها وعدم مشروعيتها قالوا صح بأنها خاصة بهذا الرجل، صلى النبي عليه السلام فعلا صلى على النجاشي واجمعهم ونعاه إليهم وصلى بهم على الغائب. قالوا العلماء المالكية كلهم هذه خصوصية لهذا المؤمن النجاشي لما له من سابق الفضل على الإسلام وعلى المسلمين. وعلى المسلمين، إنهم الصحابة كانوا هجروا عليه. نعم، مهاجرين ديال الحبشة الأولى والثانية له عليهم فضل. فالنبي عليه السلام ما مات وخبر عن طريق الوحي مباشرة قال صلوا على صاحبهم وصلوا عليه. قالوا ثم لم يثبت في حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي عليه السلام صلى على غائب آخر إلا هو. وهذا كيبان والله أعلم دليل، يعني دليل كافي كافي وشافي ويرفع الخلاف. لو كان شحال الصحابة ماتوا في الشام، ماتوا في الأزهار، ماتوا في اليمن، وماتوا في مصر، ماتوا في الحروب، ما صلى على غائب أبدا، صلى على الإمام النجاشي رحمه الله. وهو أيضا اختلف في هل هو صحابي أو هو مؤمن من التابعين، لأنه لم يرى النبي عليه السلام. آمن وأسلم وبايع وجاد وناضل وحسن إسلامه وكذا، لكنه لم يكتب له أن يلقى أو أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاهد معلوم، جاهد لا بماله ولا مع الصحابة، الجهاد مش دائما إلا بمفهوم واسع، بالمال، بالعين، بالكلمة، بالقلم، بالكتاب، بالدعوة، بالنصيحة، خير ما فعل هذا الرجل هو أنه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وخطبها وهي في السودان في الحبشة، خطبها وجهزها النجاش، جهزها في موكب كبير من بلده إلى المدينة المنورة. نعم، خدمة كبيرة قدمها للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي عليه السلام أراد أن يكافئه عليها وصلى عليه صلاة الغائب. أما عند المذهب المالكي قاطبة الأئمة كلهم ليست مشروعة عندنا، هي مكروهة. انتقلوا للسؤال الآخر، سؤال صوتي. مرحبا.
الله يجزيكم بالخير. الوقت ديال صلاة الضحى بالضبط انا كنصليها مع 11 واش نيت وقتها هذاك ولا لا؟ 11 مرحبا مرحبا وتسمعي الجواب ان شاء الله. السائله استاذ كتسول على وقت ديال صلاه الضحى، هي كتصليها قالت لك حوالي 11 ونص، واش هذا هو الوقت ديالها او وقتها اوسع؟ نعم، وقت صلاه الضحى متسع. نعم، يعني عنده الضحوه كلها من وقت من بعد طلوع الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو الوقت القدر اللي النبي عليه السلام قدره لتحل النافلة، حيث وقت الشروق النافلة حرام، تطلع الشمس مزيان النبي عليه السلام قدره رمح، واحد العصا كذا الرمح معروف مترين أو ثلاثة ديال الرمح. نعم، العلماء قدروا بنصف ساعة أو 20 دقيقة هكذا، يعني من هذا المقدار الوقت هذا إلى قرب صلاة الظهر كل وقت لصلاة الضحى، ولا مزية لأوله على آخره أو على وسطه، كل وقت للضحى في مصلينا في مصليته، بمعنى كأن الشارع الحكيم ينظر ويراعي أحوال الناس كلهم وقت متسع. نعم، ممكن نسبة من الناس ينسبهم يصلوا في الأول في التسعود ولا 10 ولا 8 حساب الأوقات. نعم، وممكن بعض الناس سنتين 11 ونص 12 حساب الأوقات. وبعض الناس ينسى ممكن يصلي آخر وقتها قريبا تودي ينظر وربع ساعة ولا ثلث ساعة ويصليها، ثم وقتها متسع. إذا أستاذ بعد الشروق، يعني إحنا الآن إحنا كنعرفوا كل واحد فينا ما يبقاش مقابل الشمس، أي نعم، يشوف فوق الشرقات، وإنما عندنا واحد الحصة اللي كتعطينا فوقاش كيكون الشروق. نعم، بعده بنحو 20 دقيقة أو نصف ساعة. أيوة نعم، يمكن يصلي الضحى. أيوة، وكذلك النهاية ديال الوقت ديالها قبل الظهر بنحو قبل الظهر بربع ساعة 17 دقيقة كيقدروا العلماء، بنحو هكذا 20 دقيقة. نعم، 20 دقيقة. نعم أستاذ، بارك الله فيكم. تقول سؤال آخر، نجوى من مدينة الدار البيضاء تقول: ما حكم الشرع في من يترك صلاة الجمعة دون عذر كما يفعل أبي في الشهور الأخيرة؟ لا إله إلا الله. الجمعة الجمعة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ، إلا على 4 أو 5، المرأة والعبد المملوك والمسافر والمريض. تجب على المسلم القادر الحاضر المقيم غير المسافر. نعم، صحيح المقيم، الخالي من الأعذار. وأعذار الجمعة منصوص عليها في الفقه الإسلامي وفي السنة النبوية، تمنع من حضور صلاة الجمعة، كما أن صلاة الجماعة أيضا الصلوات الخمس هي عند أعذار تحول دون الصلاة في الجماعة ويرفع بسبب العذر الإثم أو الخطأ. كذلك الجمعة، كتقول الأخت هل الأب ديالها الأب سنوات، يعني في الأوقات الأخيرة، يعني في الشهور الأخيرة ربما كان يحافظ على الصلاة ديال الجمعة في شحال هذه، ولكن مؤخرا ما بقاش كيمشي يصلي 3 ديال الجمعة. نعم، متابعين. نعم، يعلم الله لو أن هذا الأب عنده شيء عذر لا يعلمه أحد، شيء عذر صحي او نفسي او مرضي او شيء عجز اخر، هنا يعني كاين اعذار قد لا تعلمها انت. نعم، ممكن الخوف، ممكن شيء مرض صحي نفسي او سلاسل البول او شيء عائق او خوف من ظالم او طريق فيها كذا او المطار او الوحال. الحمد لله الطريق امن اليوم، إيه الحمد لله، هذا متوقع في الفقه القديم. ايوه نعم، اما الطرق الحمد لله اليوم مؤمنه والحمد نعم. لله. فاذا كان هذا الاب يعني يتاخر عن صلاه الجمعه أو يتخلف عنها عنده عذر يعني مقبول شرعا، فإنه لا حرج عليه ولا إثم. إذا كان يتخلف عنها بغير عذر وإنما بسبب التفريط أو شوية الكسالة أو شوية التقاعس عن صلاة الجمعة، ففي هذه حالتي يكون آثم، ترك فرضا من فرائض الإسلام ولا سيما الجمعة، ولا سيما ترك 3 متواليات. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، ترك 3 جمع عمدا من غير عذر يسمى هذا التهاون. تهاون يعني هو ديك الإهمال، ديك يعني ما كاين شي عذر شرعي اللي خلاه ما يصليش، غير جالس وما مشاش. وممكن يكون في ديك التهاون شي اختلاق، شي اعذار واهية غير مقبولة شرعا.
هو عنده قطاع وعنده الفراغ في الوقت وكاين الصحة وكل شيء ميسر، وتخلف عنه جماعة في هذه حياتي آثم. وإذا ترك ثلاثة جماعة متهاون ثلاثة متوالية متصلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال طبع الله على قلبه، كأن هذه صفة من صفات المنافقين. المنافقين هم الذين كانوا يتخلفون عن الجمعات والجماعات. النبي عليه السلام كما في الصحيح قال توعدهم وقال لينتهين أقوام يتخلفون عن الجمعة أو الجماعة أن أحرق عليهم بيوتهم. قالوا والتحريق أو الوعيد بالتحريق لا يكون إلا على فعل حرام أو ترك واجب. بقى صح أن النبي عليه السلام قال لقد هممت، هذا صحيح، لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، وآمر رجالا يجمعون الحطب، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا هذا التهديد وهذا الوعيد، هذا الهم من النبي عليه السلام لا يكون إلا على فعل واجب كبير كالجمعة أو على ترك حرام كبير كترك صلاة الجمعة. نسأل الله لنا ولولدنا التوفيق. هذا طبعا سيدي إذا كان الإنسان كيصلي يعني طيلة الأسبوع غير الجمعة ما كيصليش، ويكون هذه القضية ديال الطبع نعم طبع على القلب غير ما أنه كيصلي الأوقات كلها، وحتى ذاك النهار ذاك ديال الجمعة راه غادي يصليه غير ما يمشيش مثلا للجمعة. القضية ديال الطبع شنو المعنى ديالو؟ نعم، الفرق بين الجمعة والجماعات الصلوات الخمس هو أن الصلاة في الجماعة في الصلوات الخمس سنة، أما صلاة الجمعة شرط فيها الاجتماع، تختلف الجمعة عن الصلاة الخمس لا بالزمن ولا بالمكان ولا بالإمام ولا بالجماعة. لا بد أن تكون في مسجد جامع مسقف بإمام راتب وبعدد معين لا يقل عن 12 رجلا، وأن تكون بالخطوات إلى آخره. بينما الصلاة الخمس تصح في الجماعة في المنزل في البيت في السفر في الحضر في على كل حال في كل سبب توصل الله. هذا هذا واحد الفرق. الفرق الثاني ان الحضور ديال الصلاه الجماعه فرض، بينما هذا مستحب سنه سنه مؤكده على الجميع ومستحبته في خاصه الرجل يعني الافراد. اذا صحت الجماعه وقامت الجمعه الجماعه الخمس وغاب واحد او زوج ترك مستحبا مشي مؤكد. أما لو تمالأ الجماعة كلهم أو أغلبهم حتى تركوا الإمام وحده مثلا أو معه واحد ففي هذه حالة أثم الجميع، يعني أثم الجميع لأنهم تركوا واجبا من واجبات الجماعة وهو شاعر من الشعائر. فقال العلماء فقهاء المالكية قالوا صلاة الصلوات الخمس جماعة فرض في الجملة، سنة في كل مسجد، مستحبة في خاصة الرجل لوحده. نعم، فما دام تمالأوا واتفقوا على ترك الصلاة دي الجماعة في الصلاة الخمس في المساجد كأنهم تركوا فرضا من فرائض الإسلام. نعم، فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقي الآخرين. فإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. هذا القضية ديال الطبع أستاذ. الطبع 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 والختم. الطبع جاء في السنة الطبع وجاء في القرآن الختم. ختم الله على قلوبهم بعد ما ذكر الله في البقرة في الأول ذكرنا أصناف بني آدم كلهم، ذكر الله المؤمنين ووصفهم بالمتقين، وذكر الله الكافرين وذكر الله المنافقين. المنافقين أطال في الحديث عنهم وفي فضح عيوبهم وأسرارهم، ووعدهم بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، والختم هو القفل هو الإغلاق، يعني ما تبقاش ومثله الطبع ما تبقاش منتفع. نعم، كأن القلوب يغلقها الله يسدها لا يدخلها خير ولا نور ولا يحس بالإيمان ولا بحلاوة الإيمان ولا بخشوع ولا بشيء. نعم والسلام. أسأل الله التوفيق يا رب العالمين. الله نسأل الله الهداية والتوفيق. آمين يا رب. بارك الله فيكم أستاذ. انتقلوا للسؤال الآخر، سؤال صوتي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ ديالي قالت لي وعدت ربي باش نبقى نصوم، يعني كل شهر نصوم الاثنين والخميس، ودابا مرضت بالراس ما كتقدرش تصوم، كتجيها الحريق بزاف في الراس،
وقالت لك واش زعما عليها شي اثم ولا ما عليها حتى شي حاجه؟ واش تصوم منين يبرد هكا الحال يصغر النهار؟ واش تصوم هاد الايام ولا ما تصومهاش؟ مرحبا مرحبا سيدتي، تسمعي الجواب ان شاء الله. السائله استاذ كتسول الاخت ديالها، قالت وعدت الله سبحانه وتعالى، ربما هذا هو النذر ياك استاذ. اذا هي نذرت، نقولوا نذرت ان تصوم الاثنين والخميس. نعم. ولكن اليوم كيدرها راسها، ما بقاش قادره على انها توفي بهذا النذر هذا. نعم. فهل عليها شيء؟ واش تقضي هذيك الايام ولا ماذا تفعل؟ نعم. النذر، النذر في مثل هذه الحاله ليس بسنه، ليس بمشروع، ليس بمحمود. هو اصلا الخميس والاثنين يسحب صيامهما بلا نذر. فالاولى والافضل والاحوط في الدين هو ان تبقى السنه على ما هي عليه. انه يقال لنا صيام الخميس والاثنين مستحب، وايام البيض ورجب وشعب الصيام اللي مستحبه وعاشوراء وعرفه خليها هكذا، خليها سنه وخليها مستحبه نافله قربات. نعم. اما ان الواحد ينذر أو يعني يعيد الله عز وجل وينوي ويعزم ويجزم بأنه أنه زيد ما يطيحهاش، يعني دائما يصومها دائما، صلاة أو صوم أو صدقة أو ذبيحة أو أي شيء. نذر هو التزام، النذر كيقول العلماء هو التزام مع الله. صعب صعب جدا هو التزام، التزام. والقاعدة كتقول من التزم شيئا لزمه القيام به. والرسول عليه السلام يقول كما في صحيح مسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. دابا هي نذرت، هذه طاعة، طاعة، نذرت أنها تصوم الخميس والاثنين. إذا خص تصوم الخميس والاثنين على أنهما واجبين في الحالة هذه، ماشي مستحب. ملي كنديروا النذر ايوا كتولي ديك الأعمال واجب، هي تطوعية، كتولي واجبة علينا، كتولي واجب عليك. ورب العالمين يقول لنا في سورة الحج بصيغة الأمر والإلزام: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم يعني الفعل المضارع بلا من أمر مؤكد. اللي نذر شي نذر ودار شي التزام مع الله ووعد باش يفعل شي أمر من الطاعات فعليه وجوبا أن يفعله، أن يفعله. فإذا تخلف عنه أو عجز أو أصابه العجز والمرض ويعلم الله كيف، ففي هذه الحالة لقينا جمهور ديال المالكية يقولون يسقط عنه ويوقفه ويفيه الندم والاستغفار. وبعض الفقهاء حتى من بعض المالكية يقولوا يوقفه ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويعتذر، ولكن عليه الكفارة اليمين، لأنه الصحابي الصحيح مسلم قوله عليه السلام: كفارة نذر كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير أو صيام 3 أيام. وخا يكون أستاذ هو ما حلفش. نعم، ما حلفتش. لا ما حلفش، لا أي نعم. كما السائلة اليمين وعدت الله سبحانه وتعالى قنصب دائما الاثنين والخميس، إذا ما كاينش قسم هنايا. لا ما كاينش القسم، كاين النذر. كاين النذر، إذا نعم. لو كفارة مثل كفارة اليمين. قالوا ربما هو أقوى من اليمين اللي كتلتزم، وغالبا كيكون ديك النذر غالبا هذا هو أصل النذر، كيكون مربوط في حاجة. كيقول لله علي إن شاف الله ولدي أو رد علي غائبي أن أصوم شهرا. مربوط في أمر. إذا تحقق لي هذا أيوة نعم. غادي ندير. حقق الله هذاك الأمر. فهو شبع عليه تحقيق الأمر الآخر الذي التزمه مع الله عز وجل، وهو في نفس الوقت طاعة. ومن نذر الطاعة وجب عليه القيام بها. فإذا عجز تسقط عنه، إذا كان عجزه يعني عجز يعني قائم دائم كراسه ولا كيضرها ما تقدرش، ماشي يعني ماشي يعني غير اعذار خفيفه كذا ولا شي صداع الراس خفيف ممكن يتعالج ممكن كذا ويعتبره عذر. اذا اعتبره عذر وينصح على لسان كثير من الفقهاء، ينصح بان المؤمن او المؤمنه اذا وقع في مثل هذا ان يوقفه، لانه فيه تكلف وتعسف ومخالفه للسنه. وغادي صعب جدا، غادي يقيس حتى البدن ديالو، حتى البدن ديالو يضر. نعم. والاسلام فيه الرحمه وفيه الفسحه، نصوم الخميس والاثنين على نيه السنه النافله. فاذا سافرت، اذا مرضت، اذا جاءني ضيف، اذا عندي حاله من الحالات لا حرج علي. فاذا كان عليك نذر اصبح عليك واجب.
هل القضيه سيدي اللي جا عندي ضيف وانا كنصوم مثلا هذا الاثنين والخميس نظرا نعم ماشي التطوع المطلق لا يجوز اذا ما فطرت لا ابدا اذا كان النافله يجوز اذا كان النافله كيقول النبي عليه السلام الصائم المتطوع امير نفسه وصح ان النبي عليه السلام دخل على ام المؤمنين في وقت الغداء فقال هل عندك طعام قالت نعم فقربت له الطعام وقال لي النبي عليه السلام بسم الله كولي معي قلت له إني صائم يا رسول الله كولي معي ثلاث مرات وهي تقول له إني صائمة يعني النافلة في المرة الأخيرة قال النبي عليه السلام أفطر معي الآن وقضيه من الغد إن شئت. من هذا الحديث وغيره جو الفقهاء المالكية وصوبوا القضية وسبكوها فقالوا شيخنا عبد الوهاب رحمه الله يقول وعمده في النفل دون ضر محرم وعمده في النفل دون ضر يعني إذا فطر الإنسان في النافلة في الصيام ديال النافلة عمدا بلاشي عمدا بلا ما يكون شي ضرر هذا هو عمدا بدون ضرر ولا شوع ولا عطش ولا صفا ولا ضيف ولا شيء بدون ضرر محرم معنى محرم آثم لأن الله تعالى يقول لنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال ولا تبطلوا أعمالكم وإبطال الأعمال أو فسخها أو إبطال النيات حرام في الإسلام إلا إذا كان بسبب نعم. يعني الأعذار أو ضرورات أو إكراهات أو كذا إذا قالوا عمده في النفل دون ضر محرم وليقضي هذا اللي يفطر عمده في النفلة هي غير نفلة وفطر فيها عمدا بدون مبرر ولا عذر عنده إثم وعليه القضاء لا في الغير يقضي في العمد لا يقضي في الغير معنى الغير إما النسيان أو الخطأ أو جاء سفر على طارئ أو ضيف ضيافة أو يعلم الله كيف ففي هذه الحالة لا قضاء عليه ولا إثم ولا حرج. إذا بالنسبة للسائلة ما عليها والو دابا وستتوقف لنا فيها ألم بالنية وإذا بغات استغفر الله اعتذر قل يا ربي استغفرك وأتوب إليك ايوه ولا بغات دير ديك الكفاره نعم نعم خرج كفاره اليمين طعام شاد المساكين وحرم الدرهم ولا 10 كيلو طحين تفرق على المساكين ولا يجمعوا وتعشيهم وتغديهم ولا ما عندهاش الا ما عندهاش الله يسامحك تسقطوا عنها نعم تسقطوا عنها لا تصوم 3 ايام ولا ديك الكفاره في هذه الحاله هذه اللي ما عندهاش الكفاره الماديه ما عندهاش لا طعام ولا كسوه قال رب العالمين فمن لم يجد فصيامه نعم فمن لم يجد فصيامه 3 ايام كفارة اليمين وقالوا في علماء فيها التبرئة وفيها براءة النفس فيها حتى شوية ديال الطمأنينة بارك الله فيكم أستاذي انتقلوا لسؤال آخر حورية من مدينة القنيطرة تقول هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصوم النافلة عموما ولستة أيام من شوال بالخصوص نعم هذا ما تشير إليه الآيات والأحاديث وتربية النبي صلى الله عليه وسلم في حسن عشرية الزوجين أن الله عز وجل يقول وعاشروه النبي بالمعروف وهذا من حسن العشرة أنه يخبرها بأنه صائم وتخبره بأنها أو تشعره بأنها صائمة أو ستصوم غدا هذا من آداب العشرة يعني ليس من حسن عشرة أن الزوجين في بيت واحد في حياة واحدة تحت سقف واحد وصباح صائم أو يصبح هو صائم ولا صاحبه لا يعلم ليس هذا من أدب غير من أدب عموما يعني إن كنوا فاهمين نعم ولذلك النبي عليه السلام ذكر الفقهاء في السنة في الفقه مراتب الصوم قالوا كاين فرض عين فرض كفاية سنة مستحب مكروه حرام ومن بين صور الصيام المكروه هو هذا أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه أو أن يصوم الضيف يصبح صائم بلما يخبر الماضي مول الدار هذا من سوء الأدب ممكن مول الدار هذه هي نفسه وهلو فرحانين به وغيوجد وهي هي هو صبح صائم تعشى معهم ونعسوا في الليل وصبح صائم في النية بقى لواله الناس موجودين الفطور موجودين الغداء وفرحانين به باللي كان المؤشر يفطر مره في الصباح مثلا قال لي ما انا صايم هذا الناس يمكن يديروها هذا من سوء الادب قال العلماء يؤدب ويعاتب لماذا هذا مش من السنه هذه انت ضيف ومسافر ونزلت على ومخبر على غير خبرهم نعم الا اذا قال العلماء بعض الفقهاء المالكيه قال الا اذا كان
اللي كيصوم مشروع مؤكد وعاده كلهم كيصوموه. مثلا انا شي عندك في عاشورة مثلا او عرفه غدا غدا كلشي كيصوم الحمد لله اغلبيه. نعم انا ضيف عندك وصبح صايم لان على علم ثقافتي وفوعي ان راه كلشي غادي يصبح لا حرج فيها. اما غير الصيام العادي ديال النوافل كالخميس او الايام المطلقه وكذا من السنه ان الزوج يخبر زوجته زوجة تخبر زوجها وتستأذنه والضيف يخبر ايضا مولد دار المضيف. نعم هذا من اداب الاسلام. وهذا استاذ واش لنا السائله كتسول ستة ايام من شوال بالخصوص واش بحال في جميع الصيام ديال التطور. ومن السنه شوف من السنه ديال النبي عليه السلام وجرى عليه العمل ان النبي عليه السلام كان يصوم مع امهات المؤمنين. من يصوم ام المؤمنين يصوم معها. تذكر يصوم قضاء رمضان الفائت في شعبان مثلا او في رجب ويصوم النبي عليه الصلاه والسلام في شعبان وفي رجب. قالوا هذا من تمام حسن العشاء حتى لا يكلفها يعني اعداد الطعام وشرف النار وهي صائمه نصوم مجموعين. واخا هو ما واجبش عليه هي تصوم. نعم. الواجب تصوم الفرد. نعم وتصوم التطوع. هذا من تمام الود بين الزوجين والالفه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. اذا الاستاذ هذه القضيه هذه وبالنسبه للفرد الباية السائلة كتسول على صيام ديال النافلة. نعم. ديال التطور. نعم. لكن مثلا سيدة عليها دين. نعم. ديال رمضان. نعم. الزوج ديالها معها واش نعم. حتى هي دخل هذه القضية ديال تخبره الفرد هذا الفرد ديال قضاء رمضان عنده أوقات مفتوحة فعدة من أيام أخر تخبره بأنني أنا علي واحد سبع أيام ديال رمضان الفائت غادي نصوم إن شاء الله في هذا السيمانة أو كل خميس غنصوم الخميس 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 ملي يكون هو على علم وراضية وسكات أو وفق انتهى الأمر لا إشكال. كيكون شوية الإشكال بعض المرات ممكن يصوم يعني قضاء الدين وسبحان الصيمة وما خبرش الزوج والزوج عنده شي مواعيد جهة الضياف ولا شي عرض ولا شي حد يتغداو معاه ولا عنده شي حالة من الحالات وهي صائمة غير مستعدة باش تهيئ إكرام الضيوف فكيمكن يوقع شي شنآن وشي خلاف وتكون هي السبب. اللهم نتواصلوا على بكري. اللهم نتواصلوا على بكري. التواصل أستاذ داخل الأسرة مهم جدا كما ذكرتوا جدا حتى من طرف الزوج يعني ماشي غير الزوجة يعني الزوج كل شيء يعني يكون تواصل في جميع الأمور اللي نعم. كتهمنا هذاك التواصل هذاك التحام هذاك المشاورة هذاك الحوار جميع الإسلام باش تبقى الحياة ديالنا هكذا فيها ذيك المحبة ذيك المودة ذيك المشورة ذيك. نعم أستاذ بارك الله فيكم ننتقلوا لسؤال صوتي وهو آخر سؤال في هذه الحلقة. مرحبا. السلام عليكم أستاذي لاباس عليك بخير عويشك مبروكة الله يخليك. واحد السؤال كنصلي باركة حيت كيضرني ظهري وزاز دايز ليا ولا ما دايش ما حمل الوالدين. مرحبا لو تسمعي إن شاء الله هل يجوز ذلك أم لا. السائل أستاذ كيقول عندها ألم في الظهر ديالها وكتصلي جالسة هل يجوز لها ذلك ولا يعني واش الصلاة ديالها صحيحة ولا لا؟ نعم لا يخفى على الأخت وأنا على كل يوم مسلم مشاهد أن القيام في الصلاة من أركانها. أركان الصلاة فيها الفعلية وفيها القولية. قالوا الفقهاء أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة. نعم أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة رفع اليدين والتيمم بالسلام والجلوس للتشهد. أما باقي الأفعال كلها فرائض وأقوالها كلها سنن إلا ثلاثة الإحرام والفاتحة والسلام. إذا القيام للصلاة هو فرض. قيام يعني صلي قائم الوقوف أي صلي واقف. قيام للصلاة لقوله تعالى حافظوا على الصلاة الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا أعطتم القيامة إلى الصلاة والإقامة فيها قد قامت الصلاة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد ذلك الصحابي اللي شافه صلى ركعتين التحية ويسلم على النبي عليه السلام وقال له النبي عليه السلام أرجع فأصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. يسمى هذا الحديث البخاري يسمى هذا الحديث بحديث المسيء صلاته. قال له النبي عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة
الشهيد يكون شهيد غير مضر. نهاية الحلقة إن شاء الله. إذا القيام والصلاة فرض لازم مزين. فإذا عجز المؤمن أو المؤمنة عن القيام مستقلا صلى واقفا مستندا ما يجلس الأول مرة، لما قد يصلي قائم مستقل يعني واقف وحده مستقل، يصلي قائم مستند إلى سارية أو عصا أو كرسي أو كذا، هذا الفقه المالكي. فإذا عجز عن الحالتين لا عن الاستقلال في القيام ولا عن الاستناد يصلي جالس مستقل، إذا عجز عن الجلوس مستقل يصلي أيضا جالس مستند إلى السدارية إلى الجدار أو ثم ينتقل إلى الاضطجاع على الجهات الأربع. الخلاصة هو أن دين الله يسر، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. غير ما يكونش الواحد يعني هكذا يعبث في الدين أو يتمزح أو يستهتر يشح على لا يكون عاجز فعلا يكون عاجز فريضة انتقل صلاة جالسة إذا عجز انتقل الصلاة من جلوس صلاة صحيحة إن شاء الله معلوم صحيحة قطعا. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي محمد اليوسفي، وذكر أنكم خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعمالة صغيرة مرة. الشكر لكم أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات، وإلى لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.